بتبيع ب 4 مليار جنيه سنوي، في حين نسبه ان ربحيتها 2 مليون جنيه، ودي مصيبه كبيره. لما راس مال لما يكون نشاط ب 4 مليار جنيه سنويا بيبقى ربحيه 2 مليون جنيه، هناك خطر. حجم العماله في هذه المصانع 25,000 عامل يتقاضوا مليون و200 مليون جنيه سنويا. مليار و200 مليون جنيه. يعني داخل على كذا. يعني انت داخل، انا قلت لا احنا قلنا ايه زي ما الدكتور بيقول 4 و800 يعني 5 تقريبا تقريبا، وربحيتهم العائد بتاعهم 200 مليون جنيه فقط. 200 مليون فقط، فدي دي نسبه بعيده عن حجم العماله. حجم العماله في شركات قطاع الاعمال 25,000 عام يتخطوا مليار و200 مليون جنيه سنويا. المكن لم يطور، مصانع لم تطور، مفيش تطوير في اداء الدواء، بمعنى البروموشن دعايه لهذه الشركات، تصدير هذه الادويه، وبالتالي احنا في خطر. حتى الان وانا اتحدى اي حد انه يعرف الموضوع بشكل جيد، الموضوع ان وزاره الصحه لم يخرج الى النور ولم يعلم عنه شيئا. الدكتور الوزير او الوزاره خد قرار باغلاق المصنع بتاع المحاليل دون ادانه واضحه، اغلاق المصنع. برضه احنا مش هندخل في هذا الموضوع، لكن المشكله في ايه؟ الوزاره عملت ريكول للمحاليل من المستشفيات والمخازن، المستشفيات الحكوميه. طب هل الدكتور سيد عملت ريكول للمحاليل من الصيدليات؟ طب هل في وزاره الصحه وسيله يتعمل بها ريكول للادويه اللي عليها تعليق المثلث النوم؟ مفيش. وبالتالي التنبيه بيجي لنا بعد ما كمل الاكله اللي ما كانتش مش بس كده يا دكتور علي، هل عنده لوجيستكس ان احنا ندوس على الزرار تعوض السوق للناس؟ احنا كان عندنا كارثه في الصيدليات ان ما فيش اي محاليل موجوده في الصيدليات. اذا نحن في حاجه ندخل الى هيئه تنظم كل ذلك. الريكول احنا قلنا على الريكول. المشكله الثانيه انا شركه قطاع الاعمال كمان اصلا شركه مصر اغلقت، كان ممكن تغطي هذا. كان ممكن تغطي السوق في الفتره دي بالظبط كده. في الكارثه الاخرى السوفالدي. السوفالدي ده ممتاز، والحقيقه يعني امل لكل مرضى الكبد في مصر.